بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. هنبدأ المحاضرة النهاردة بسؤال دايما بيتكرر في الامتحانات، يعني طبعا السؤال ده إن شاء الله يعني إن هو سؤال مضمون، وهو سؤال السكرامبلر. طبعا السكرامبلر الدكتور شرحه في المحاضرات، هو حاجة بسيطة جدا يعني ما فيهوش أي حاجة. هو بكل بساطة بيبقى مديك السكرامبلر بتاع الترانسميتر، اللي هو بيبقى في الجزء بتاع الترانسميتر اللي هو بيبقى داخل له اس. طبعا الكلام ده بيحصل له اكس اورينج مع اللي خارج اللي هو التي، المفروض بقى ان هو تي اوف كي، وده بقى بيحصل له ديلي بأي حاجة، وليكن مثلا احنا عملنا ديلي مرة واتنين، وبعد كده خدنا الديلي ده بقى هو اللي جمعناه مع مين؟ مع الاس. طيب بعد كده هنيجي بقى في الريسيفر، بناخد التي اوف كي ده اللي هو اللي خارج ده، ونعمل له اكس اورينج مع نفسه بس متشفت بيه المقدار اللي احنا كنا مشفتين بيه هناك، فهيدينا اللي كان داخل اللي هو الاس اوف كي. يبقى دي كده التي اوف كي مع تي اوف كي ماينس 2. طبعا الكلام ده بنعمله ازاي؟ الكلام ده بنعمله من خلال اكس اور. طيب بيتم ازاي؟ بكل بساطة الدكتور في الامتحان بيبقى مديك القيمة او الستريم اوف بيتس بتاع الاس اوف كي، وليكن مثلا على سبيل المثال المثال اللي معانا دلوقتي الاس اوف كي بواحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو واحد زيرو 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 واحد واحد واحد. في المثال ده مثلا هو ده كده المين؟ ده كده الاس اوف كي، وبالتالي احنا هناخده هنعمل له اكس اورينج مع مين؟ علشان نطلع التي اوف كي. الدكتور في الامتحان بيبقى طالب منك التي اوف كي، وبالتالي انت هتعمل له اكس اورينج مع مين؟ مع التي اوف كي ماينس 2، اللي هو انا عملت له ديلي بمقدار 2. طيب جميل، التي اوف كي ماينس 2 اللي هو مين؟ اللي هو هنفترض ان الاتنين دول في الاول بصفار عشان نقدر نعمل اكس اور يعني، ونطلع التي اوف كي. طبعا التي اوف كي لو خدنا الاتنين اللي في الاول دول وعملنا لهم اكس اور هيبقى واحد اكس اور مع الصفر بواحد، وصفر اكس اور مع الصفر بصفر، والواحد ده هو اللي هيطلع هنا. ليه؟ لان هو ده اصلا عبارة عن تي اوف كي ماينس 2. طيب تي اوف كي ماينس 2 وده كده تي اوف كي، وبالتالي احنا بنفرض الاتنين اللي في الاول بصفار، ونبدأ بقى من اول التي اوف كي من اول الرقم 3 ده اللي هو معمول له ديلي بمقدار 2 يعني. وبالتالي احنا هنكمل برضو نفس الاستريم، يبقى احنا كده واحد اكس اور مع الواحد بزيرو، وزيرو مع الزيرو بزيرو، وهكذا بقى زيرو زيرو يطلعوا هما الاتنين فوق يعني الطريقة دي. ونكمل بقى الاستريم بتاعنا اللي هو مثلا هيبقى واحد زيرو واحد زيرو 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 واحد واحد، ونحط هنا واحد ويبقى زيرو. طيب جميل جدا، يبقى انت كده طلعت له ايه؟ يبقى انت كده طلعت له تي اوف كي، وهو ده اللي هو هيبقى طالبه منك في السؤال. ممكن بقى انت تتأكد من الإجابة بتاعتك. عايز تتأكد من الإجابة بتاعتك تتأكد ازاي؟ ان انت هتاخد التي اوف كي وتعمل لها اكس اورينج مع مين؟ مع التي اوف كي ماينس 2، يبقى اللي هو اكنك بتعمل الحركه بتاعه الريسيفر اللي هو التي اوف كي اكس اورينج مع التي اوف كي ماينس 2. طبعا انت متوقع ان هو هيديك مين؟ هيديك الاس اوف كي اللي هو اصلا الدكتور مديها لك في راس السؤال. وبالتالي احنا لو خدنا التي اوف كي اللي هو اللي الدكتور كان طالبه في السؤال ده اللي انت طلعته له، 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0، لو خدنا تي اوف كي ده وعملنا له ده طبعا مين؟ ده طبعا التي اوف كي. لو عملنا له اكس اور مع مين؟ لو عملنا له اكس اور مع التي اوف كي ماينس 2، طبعا التي اوف كي ماينس 2 اللي هو مين؟ اللي هو 0 0 في الاول، ونفس التي اوف كي ده 1 0 0 0 1 0 0 0 زيرو 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 واحد اتنين تلاتة أربعة واحد اتنين تلاتة أربعة واحد. وبالتالي لو عملنا الاتنين دول اكس اور مع بعض احنا متوقعين ان هو هيدينا مين؟ هيدينا الاس اوف كي.
فلو جينا هنا عملنا اكس اور هيبقى 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 نفس ال s of k اللي هو كان مديهولنا في السؤال اللي هو ده. ده كده فور ايه؟ ده كده فور تشيك بس مش اكتر، لما نتشيك على الاجابة اللي احنا طلعناها له بتاعت التي اوف كي. طيب جميل جدا، ده كده السؤال بتاع الاسكرامبلر. تعالى برضو نحل سؤال اسكرامبلر في الامتحانات، شوف مثلا الامتحان بتاع الفاينل، اي فاينل بقى. فده كده مثلا فاينل 2020، ده السؤال بتاع السكرامبلر. طبعا هو مديك الاس اللي هو الستريم اوف بيتس ده، وطبعا بيقول لك فايند سكرامبلر اوت، يعني هو بيقول لك انا عايز ال تي اوف كي. بكل بساطة هو مديك سكرامبلر في ديلي، ادي واحد، يبقى هو كده هنا في تي اوف كي ماينس واحد، وهنا كده عمل له ديلي مرتين، يبقى تي اوف كي ماينس تلاتة. طبعا هو الاس اوف كي اكس اور مع تي اوف كي ماينس واحد، اكس اور مع تي اوف كي ماينس تلاتة، يديك مين؟ يديك التي اوف كي. فلو جينا مثلا نحل السؤال ده، هيبقى موجود عندنا اول حاجة ايه؟ اول حاجة عايزين بس نرسم الرسمة هنا علشان نشوف، او من غير ما نرسم الرسمة، هي يعني المسألة دي بتاعت فاينل 2020 وخلاص. كويسشن واحد بي تقريبا، احنا المفروض معانا ال T of K بتساوي ال S of K، ده من الرسمة يعني، XOR ال T of K minus واحد XOR ال T of K minus كام؟ minus تلاتة. فاحنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين ناخد ال stream of bits اللي هو مديها لنا في السؤال، ونعمل له اكس اور مع تي اوف كي ماينس واحد اللي هو متشفت واحد، التي اوف كي يعني متشفتة بمقدار واحد، ومع التي اوف كي ماينس تلاتة. طبعا الشيفت ده احنا بنحطه في البداية بإيه؟ بنحطه في البداية بصفار، وبالتالي خلينا نجيب الستريم اوف بيتس اللي هو مديها لنا في السؤال، الستريم اوف بيتس اللي عندنا 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1. طيب جميل جدا، ده كده ال S of K. فهنيجي هنا نحط ال S of K بتاعتنا، ونحط تحتها ال T of K minus 1 وال T of K minus 3. طبعا ال T of K minus 1 يعني أول واحد بصفر، خلينا نرسمها مثلا بلون مختلف، يبقى أول واحد بصفر، وال T of K minus 3 هيبقى أول 3 بإيه؟ أول 3 بصفار. طيب تعالى بقى نعمل اكس اور للكلام ده كله مع بعضه، اللي هو هتبقى بتساوي ايه؟ هتبقى بتساوي عندنا هنا كده واحد، وطبعا ده كده هيطلع هنا كده، اللي هو الواحد ده هيطلع هنا، لان ده كده تي اوف كي ماينس واحد. وبعد كده نعمل اكس اور كمان مرة، يبقى واحد ويطلع هنا، يبقى واحد ويطلع هنا، وطبعا ده كده اكس اور ماينس تلاتة، فده كده هيبقى موجود هنا اللي هو الواحد اللي هنا يعني. طبعا ده كده برضو واحد وواحد، نعمل اكس اور للكلام ده يبقى صفر، وده طبعا صفر، نعمل اكس اور يبقى صفر، بعد كده الصفر يطلع هنا يبقى واحد، بعد كده الواحد يطلع هنا، والتلاتة دول هيبقى صفر صفر واحد وصفر، والصفر يطلع هنا برضو، بعد كده عندنا ده كده هيبقى صفر والصفر صفر صفر، والتلاتة دول احنا كنا واقفين هنا، يبقى ده كده صفر صفر صفر، وده كده هيبقى صفر صفر واحد واحد صفر صفر، كنا خدنا التلاتة دول، يبقى صفر واحد صفر، دول آخر تلاتة معانا هنا، وهنا هيبقى صفر صفر واحد واحد صفر. طيب يبقى احنا كده طلعنا مين؟ يبقى احنا كده طلعنا ال T of K، هو ده اللي هو عايزه في السؤال، ده كده ال T of K، وتيجي مديله الستريم ده،
يبقى هو ده كده ال T of K اللي هو عايزه في السؤال. طيب جميل جدا. طيب بعد كده لو انت عايز بقى تتأكد من الإجابة بتاعتك هتعمل ايه من الآخر كده بكل بساطة؟ لو انت عايز تشيك يعني الكلام بتاعك هتقول له ال S of K بتساوي ال T of K XOR مع ال T of K minus 1 XOR مع ال T of K minus 3، وبالتالي هتتأكد لما تعمل XOR لثلاثة دول مع بعض هيديك ال S of K اللي هو كان مديهولك في راس السؤال بكل بساطة، يعني اللي هو من الآخر كده لو قلبت الورقة بتاعتك وجيت شديت خط هنا كده، قلبت الورقة بتاعتك وجيت شديت خط هنا كده وعملت للثلاثة دول XOR مع بعض هيدوك اللي فوق ده بس كده يعني. طيب جميل جدا. بعد كده بقى احنا كده ده السؤال ده برضو ان شاء الله يبقى موجود في الامتحان، يعني هو دايما بيتكرر في الامتحانات السؤال ده، ففي 3 اسئله كده ثابتين في الامتحانات، يعني اللي هو السؤال بتاع السكرامبلر اللي هو اللي احنا قلناه دلوقتي، والسؤال بتاع الديو باينري او الديفرنشال كود يعني اللي قلناه المره اللي فاتت، وكمان شويه ان شاء الله هنقول الايكوالايزر. طيب تعالى بقى نتكلم شويه كده عن الماتشد فلتر. الكلام اللي هنقوله ده يعني مش بيجي في الاسئله ولكن هو كلام مهم علشان ده طبعا الورق بتاعنا. تلاقوا هنا طبعا كاتب لكم أمثلة على السكرامبلر، لو نزلنا تحت شوية ممكن تقروا بقى الكلام ده، يعني اللي حابب يقرا الكلام ده مع نفسه يعني هنلاقيه بقى بيتكلم هنا بقى عن الماتشد فلتر. طبعا ده البي اوف ام اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت ان هي عبارة عن ايه في ايه في ايه، ده طبعا الاتش اوف تشانل والاتش اوف الماتشد فلتر وده الجي ام نفسها. طبعا هو دلوقتي بيتكلم عن الماتشد فلتر بقى وهيقعد يستنتج له قوانين، يعني هو مثلا هنا كده انت ممكن بقى تقعد تقرا الكلام ده كله مع نفسك، بس غالبا اصلا الكلام ده كله احنا مش هنحتاجه، ولو احتاجناه في المسائل يعني ده لو احتاجناه، ولكن هو مش بيجي يعني في الامتحانات هنحتاج. بس اللي عمله الاخ شاورز عمل لنا ايه؟ عمل لنا الاثبات الجميل ده. الاثبات ده مش معانا طبعا، الدكتور قال ما فيش اثباتات تدري في الامتحان، يعني الفكره كلها ان هو جاب لنا الخلاصه بتاعته اللي هو شويه القوانين دول، القانون بتاع الاتش ماتش فلتر اوف اف اللي هو الاوبتيمم ماتش فلتر، يعني ده اللي احنا هنبقى شغالين عليه على طول. وعندنا كام قانون، القوانين دي بيقولوا لنا ايه؟ بيقول لنا ان انت عندك الاوتبوت بتاع اللي هو الاكس دي، يعني الاوتبوت بتاع الماتش فلتر المفروض ان هو بيساوي ايه؟ بيساوي الجذر الانرجي والباور سبيكترم دينسيتي. طبعا احنا عارفين ان هو دايما ان نود على الاثنين، حتى لو ما قالكش في المساله ان هو ان نود على الاثنين، والسيجما سكوير اللي هو الفاريانس يعني ان نود على الاثنين في الرقم ده اللي هو زيتا، يعني ده كونستانت برضو كونستانت سكوير في الاي. الكونستانت ده اصلا هو عباره عن 1 على جذر الاي اللي هو جذر الانرجي يعني، فلما نضرب 1 على جذر الانرجي سكوير في الاي اللي هو هتدينا ايه؟ هتدينا الاي هتروح مع الاي، ما هو 1 على جذر الاي سكوير ب1 على اي، فالاي هتروح مع الاي هتدينا ايه؟ هتدينا ان نود على الاثنين، عشان كده لان نود على الاثنين دايما هي ايه؟ هي السيجما سكوير. فلما كنا بنيجي نجيب السيجما حتى هناك في الجزء بتاع البروبابيلتي البروبابيلتي اوف ايرور كنا بنقول ان السيجما بتساوي ايه؟ بتساوي جذر ان نود على الاثنين. طيب غالبا ان النود دي بتبقى 2 في 10 اس سالب 11 يعني، لان ان نود على الاثنين بيبقى مديها لك غالبا برضه ب 10 اس سالب 11 في المسائل يعني. طيب الجزء بتاع القوانين بتاع الماتشد فلتر لو احتاجناه خلينا نحط الخريطة الذهنية دي قدامنا، هو بيبقى مديك مثلا البي ام اوف تي وانت بتجيب منها البي ام اوف اف ان انت بتعمل لها فورير ترانسفورم، بعد كده بتجيب الجي ام اوف اف. الجي ام اوف اف دي اللي هي ايه؟ اللي هي من خلال البي ام اوف اف، من خلال القانون اللي قدامنا ده. طبعا القانون ده هيبقى موجود فين؟ القانون ده هيبقى موجود في الفورمولا شيت. مش عارف فين الفورمولا شيت، أظن إن الفورمولا شيت هتبقى موجودة هنا بالظبط كده. ده مثلا القانون بتاع ال ده القانون بتاع ال جي ام اوف اف اهو قدامنا اهوت، ال جي ام اوف اف تحت شوية اهوت ال جي ام اوف اف المفروض ان هو جذر البي ام اوف اف في اي اس سالب جي باي اف تي نود، وهكذا بقى. انت جبت الجي ام اوف اف تجيب منها الاتش ام فلتر، الاتش ماتشد فلتر اللي احنا لسه قايلينه من شويه اللي هو كان متظلل ده اللي هو القانون اللي قدامنا ده. طبعا برضو القانون ده موجود فين؟ موجود في الفورمولا شيت، ادي الاتش ماتشد فلتر القانون بتاعه هو
فهي مجرد شوية قوانين ممكن تعوض بيها لو الدكتور حب. يعني الفكرة ان انت تبقى عارف الخريطة الذهنية بتاعتك، انت ماشي منين لفين. انت معاك البي ام اوف تي، هتعمل لها فورير ترانسفورم، تجيب البي ام اوف اف، هتجيب منها الجي ام اوف اف، بعد ما تجيب الجي ام اوف اف ممكن تعمل لها انفرس تجيب الجي ام اوف تي، والجي ام اوف تي ممكن تجيب منها الاتش ماتش فلتر اوف تي. طب لو انت عايز تجيب الاتش ماتش فلتر اوف اف، القانون اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه، طب لو عايز تجيب الاتش ماتش فلتر اوف تي، هي هيها الجي ام اوف تي بس مكان كل تي هتشيلها وتحط مكانها التي نود ناقص تي. تمام، هي مش بتبقى كده يعني. ولو بصينا في الفورمولا شيت هنلاقي فيه كونستانت اللي هو الثيتا، الزيتا ديت اللي هي احنا كنا بنقول فين، الاتش ماتش فلتر اوف تي اللي هو ده، هنلاقيه مضروبه في زيتا اللي هو الجي ام اوف تي نود ناقص التي. بس الثابت ده احنا دايما بنفترضه بواحد، يعني هو دايما بيبقى قيمته بواحد اللي هو واحد على جذر الانرجي، اللي هو هتلاقيه حتى هو كاتب لك هنا ان الزيتا بتساوي واحد على جذر الانرجي بتساوي واحد، فهتلاقي ان القانون ده بيساوي ده بواحد، فهيبقى الجي ام اوف تي نود ناقص التي. فمجرد ان انت تجيب الجي ام اوف تي وتشيل كل تي وتحط مكانها ايه، تحط مكانها تي نود ناقص التي، يبقى انت كده جبت الاتش ماشد فلتر اوف ايه، الاتش ماشد فلتر اوف تي. بعد كده بقى ندخل في موضوع مهم جدا وهو الايكوالايزر. خلينا بقى نروح للبورد كده ونبدا بقى نبص على مساله الايكوالايزر، لان طبعا دي مساله مهمه جدا جدا ولازم تيجي في الامتحان، واهم حاجه تبقى عارف ازاي بتحل المساله دي بسرعه، لان المساله زي دي ممكن تطول منك، وممكن تطول منك يعني الأسوأ من كده ان هي تبقى بتطول منك وانت بتحل وبتطلع ارقام غلط. فاحنا هنتعلم ازاي نقلل احتماليه الخطا اللي ممكن تحصل في السؤال، لان انت تحاول تستخدم الاله الحاسبه باسلوب نوعا ما يقلل الخطا يعني. طيب عموما خلونا الاول نعرف ايه هو الايكوالايزر. التشانل اللي المفروض ان احنا بنبعت عليها المعلومه بتاعتنا او الداتا بتاعتنا ما بين الريسيفر والترانسميتر، يعني وليكن مثلا ان ده كده الجزء بتاع الترانسميتر وده كده الجزء بتاع الريسيفر. في البداية احنا كنا بنفترض ان الشانل اللي في النص دي حالة خاصة اللي هي كانت ال AWGN channel. طيب فالحالة الخاصة دي مش هي اللي موجودة في الواقع، وبالتالي انت محتاج حاجة تظبط ال unexpected behavior اللي ال channel بتعمله. unexpected behavior هي unexpected channel، يعني طبعا زي ما خدنا قبل كده بيبقى عندنا في ال channel مثلا multi pass او feeding effect. ال channel دي نفسها channel مش ثابتة، ال behavior بتاعها مش حاجة ثابتة، مش حاجة واحدة بس بتحصل كل مرة، لا ده أصلا المسافات مثلا بتاعت ال channel ممكن مثلا ابقى حاطط الترانسميتر في مكان والريسيفر في مكان، ممكن مثلا يحصل زي ما كان بيحصل في المالتي باث ان المعلومه توصل للريسيفر من اكثر من اتجاه او اكثر من ديلي يعني، وهكذا. وبالتالي حاجه زي كده بتتعالج ازاي؟ حاجه زي كده بتتعالج بالايكوالايزر. طيب الايكوالايزر بيعمل ايه؟ بكل بساطه هو عندك في الترانسميتر، ده طبعا بيستخدم في الموبايل يعني، لان هو الموبايل بتبقى حاجه متحركه وبالتالي التشانل متغيره، وبالتالي احنا بيبقى عندنا في الريسيفر واحنا بنبعت الستريم اوف بيتس بتاعنا او بنبعت المعلومه يعني، بنبعت في الاول كده حاجه كده بيسموها التريننج سيكونس، ده كده بيسموه التريننج سيكونس او البريامبل. البريامبل طيب ايه هو البريامبل ده؟ ده شويه بيتس كده، شويه البيتس دول بيبقوا معروفين عند الترانسميتر ومعروفين عند الريسيفر، يعني ده عارفهم وده عارفهم، وبالتالي شوية البيتس اللي هيتبعتوا في الأول دول هم هيتبعتوا من ضمن الداتا، بس هم أول حاجة بتتبعت، وبالتالي لما هي تبقى أول حاجة تتبعت إيه اللي هيحصل؟ المفروض إن هي هيحصل عليها شوية نويز من تأثير التشانل بتاعتنا لحد ما توصل لمين؟ لحد ما توصل للريسيفر. هتوصل للريسيفر بنفس القيم اللي كانت مبعوتة بيها؟ لا، ممكن توصل للريسيفر بقيم مختلفة، وبالتالي الريسيفر هيقارن ما بينها وما بين قيم البريامبل اللي موجودة عنده، يبقى هو هيعمل مقارنة ما بين الاتنين دول كده. فلما يعمل مقارنة ما بين الاتنين دول كده هو هيديزاين جواه سيركت، السيركت دي بنسميها الايكوالايزر. يبقى الايكوالايزر هي سيركت بناء على القيم اللي جات له عن طريق التشانل، وبناء على القيم اللي كانت موجودة عنده اللي هو عارف ان دي القيم اللي مبعوتة اصلا،
هيقارن ما بين الاثنين ويشوف التغير اللي حصل، القيم بتاعته دي حصل بشكل عامل ازاي، ويعمل من جواه هو ديزاين لإيكوالايزر، والإيكوالايزر ده بقى هو اللي هيعالج المشاكل بتاعت ايه، هو اللي هيعالج المشاكل بتاعت التشانل. فلما يتبعت بيتس تانية بعد البري امبل ده هتتعالج بنفس الطريقة، وبالتالي نوصل لنفس المعلومة اللي كانت مبعوثة من الترانسميتر، ونتجنب المشاكل بتاعت مين؟ نتجنب المشاكل بتاعت التشانل بتاعتنا. طيب جميل جدا، تعالى بقى نشوف المسائل بقى، دي أهم حاجة عندنا، المسائل بتيجي إزاي؟ بكل بساطة الدكتور بيقول لك إيه؟ الدكتور بيقول لك ديزاين، بيقول لك ديزاين، وغالبا هيجيب لك 3 تاب ايكوالايزر. يعني ال 3 تاب ايكوالايزر بيبقى عندنا، هو بيبقى مدينا معطى في السؤال حاجة اسمها البي ار اوف كي. البي ار اوف كي ديت اللي هي الريسيفد، اللي وصلت لمين؟ اللي وصلت للريسيفر بعد ما حصل ايه؟ بعد ما حصل عملية التشويش على الرسالة يعني. فالبي ار اوف كي هو بيديها لك بقيم معينة، وليكن مثلا 1 من 10 وسالب 4 من 10 و 9 من 10 و2 من 10 وسالب 1 من 10 زي المثال اللي موجود معانا ده. فبكل بساطة انت مطلوب منك تعمل ايه؟ انت مطلوب منك تعمل 3 تاب ايكوالايزر. يعني ايه 3 تاب ايكوالايزر؟ الايكوالايزر هو عبارة عن حاجة الرسالة اللي بتبقى جاية لها كده بيحصل لها ديلي. لو احنا بنتكلم على ابسط ايكوالايزر يعني هو بيبقى 3 تاب بالشكل ده، يعني بيعمل ديلي مرتين، وبعد كده هيضرب القيم دي في كونستانت اللي هو هنسميه بقى بالنسبة لنا السي سالب 1 والسي صفر والسي 1، وبعد كده ايه هيعمل سمشن للكلام ده مع بعضه كله، يطلع لك مين؟ يطلع لك البي اوت. وبالتالي انا محتاج اجيب مين بقى؟ انا عشان اعمل ديزاين للايكوالايزر يعني ايه؟ يعني هات لي القيم بتاعت السي 1 والسي صفر والسي ايه؟ والسي سالب 1 دي. بكل بساطة حضرتك بتاخد القيم بدون بقى الدخول في تفاصيل علمية، يعني عايزين بس نعرف المثال بيتحل ازاي، عشان لو دخلنا في تفاصيل والماتريكس دي هل ينفع نعمل لها مش عارف يعني تفاصيل علمية، ده بقى ممكن تروح تتفرج على المحاضرة بتاعة الدكتور. خلينا ايه، خلينا نقول الموضوع على بعضه كده مرة واحدة، وبعدين ممكن نتكلم بقى في الحاجات دي تاني، او ممكن برضو تقرا الورق. احنا بناخد القيم اللي هي موجودة هنا دي، هو بيقول لك الراجل 3 تاب ايكوالايزر. يعني ايه؟ يعني ايه 3 تاب ايكوالايزر؟ يعني احنا هناخد القيم دي نحطها في ماتريكس. الماتريكس ديت هنسميها ايه؟ هنسميها ايه، تمام؟ الماتريكس ايه دي؟ هي القيمه، القيم اللي موجوده في الايكوالايزر اللي هي القيم دي كده، ولكن احنا هنحط القيم دي كده في كل عمود من العواميد، هيبقى عندنا 3 عواميد، وهو بيقول لك 3 تاب ايكوالايزر، فاحنا في الثلاثه تاب ايكوالايزر بيبقى عندنا مصفوفه اسمها البي. مصفوفه البي دي بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى 3 اصفار 1 3 اصفار. ده كده الحالة الايدل اللي هو انت خلاص انت بعت الرسالة وصلتك تمام، والباقي كله صفار تمام. ده اللي اصلا ده اللي انا عايز اوصل له. طبعا انا مش هوصل للحالة ان يبقى الثلاثة اللي فوق صفار واللي تحت صفار واللي في النص واحد، انا هوصل لقيم قريبة من القيم دي تمام، ولكن دي الحالة الايه، دي الحالة الافضل حالة، دي البيست كيس بتاعتنا. طيب المهم ان احنا بناخد القيم اللي هو مديها لنا في السؤال دي وبنحطها في الماتريكس بتاعتنا اللي هي ايه، ادي في العمود الاول اللي هو 1 من 10 سالب 4 من 10 9 من 10 2 من 10 سالب 1 من 10 وصفر وصفر. يبقى احنا كده حطينا القيم وحطينا ايه؟ صفرين تحت. طب هتقولي ليه حطينا صفرين؟ هقول لك لان هو عايز 3 تاب ايكوالايزر. 3 تاب ايكوالايزر يعني ايه؟ يعني من الاخر كده انت هتعمل 3 عواميد في المصفوفه ايه دي. الثلاث عواميد دول في اول عمود هتحط القيم بتاعتك عادي، في ثاني عمود هتشفت بمقدار 1، في ثالث عمود هتشفت بمقدار 2، وبالتالي انت محتاج هنا تحط صفر وهنا تحط صفرين، وفي الاخر لازم توصل ان انت عندك ايه كله ورا بعضه بقى، اللي هو سالب 1 من 10 وسالب 4 من 10 و9 من 10 و2 من 10 وسالب 1 من 10. وبالتالي انت محتاج تشفت كم مره؟ محتاج تشفت مرتين لان انت عندك 3 تاب ايكوالايزر. طيب وهتملى بقى بقية القيم بتاعتنا اللي هي جميلة دي، اللي هي برضه سالب 1 من 10 1 من 10 سالب 4 من 10 و9 من 10 و2 من 10 وسالب 1 من 10 وصفر. يبقى انت كده عملت المصفوفة اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ايه. طيب جميل، انا محتاج اعمل ايه؟ انا محتاج، انا طبعا معايا المصفوفة ايه،
ومعايا المصفوفة بي اللي احنا عارفينها اللي هي البيست كيس بتاعتنا اللي هي 0 0 0 1 0 0 0، ومعانا المصفوفة وعايزين برضو نجيب المصفوفة اللي اسمها سي دي اللي هي الكونستانتس اللي هي لما يقول لي ديزاين ايكوالايزر انا محتاج اجيبهم السي سالب 1 والسي 0 والسي 1. يبقى دي كده اللي انا محتاج ايه؟ دي اللي انا محتاج اجيبها. هتقول لي المصفوفة سي دي بتساوي ايه؟ اقول لك من الاخر كده ومن غير كلام كتير، المصفوفة سي دي بتساوي ال A ترانسبوز في ال A، كل ده أس سالب واحد، كل ده مضروب في ال A ترانسبوز في ال B. طيب إذا أنا محتاج أجيب إيه؟ أنا محتاج أجيب ال A ترانسبوز في ال B، وأجيب ال A ترانسبوز في ال A وأعمل لها inverse، أجيبها أس سالب واحد، وبعد كده أضرب الاتنين في بعض فيديني مين؟ فيديني السي. طبعا ال A ترانسبوز المفروض ان هي هتبقى مصفوفه كام في كام؟ هتبقى مصفوفه 3 في 7، لان الاي هي مصفوفه 7 في 3 زي ما احنا شايفين، هي مصفوفه 7 في 3، وبالتالي الاي ترانسبوز هيبقى مصفوفه 3 في 7. يبقى الاي ترانسبوز هتبقى مصفوفه 3 في 7، والاي هتبقى مصفوفه 7 في 3، وبالتالي طبعا طالما الاثنين دول زي بعض يبقى ينفع نضرب المصفوفتين في بعض، وبالتالي هتدينا مصفوفه كام في كام؟ تدينا مصفوفه 3 في 3. المصفوفه 3 في 3 دي هنعمل لها انفرس، نعمل لها انفرس على الاله الحاسبه طبعا، وبعد كده نضربها في المصفوفه بتاعه ال A ترانسبوز في ال B. ال A ترانسبوز اللي هي المصفوفه 3 في 7 في ال B اللي هي مصفوفه 7 في 1 هتدينا مصفوفه كام في كام؟ هتدينا مصفوفه 3 في 1، وبالتالي لما نضرب الاثنين دول في بعض هيدينا مصفوفه كام؟ 3 في 1. 3 في 1 ديت اللي هي مين؟ اللي هي السي اللي هي ال 3 في 1 دي، فهتدينا القيمه بتاعه سي 1 وسي 0 وسي 1. يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا كده عملت ديزاين للايكولايزر بتاعي. ركز معايا بقى في الجزئيه اللي جايه دي، علشان دي حاجة مهمة جدا جدا، ازاي بجيب الارقام، ازاي بحسب الارقام. تعال كده نبص على حل السؤال ده، هنلاقيه موجود عندنا في الورق. لو جيت بصيت هنا كده على الورق ده هتلاقي عندك الايكوالايزر ده كده الشرح بتاعه لو عايز تقرأ الكلام ده برضو، وبعد كده هتيجي على الجزء بتاع المسألة. اول حاجه طبعا احنا معانا عايزين نجيب ال A ترانسبوز في ال A اس سالب 1، يبقى احنا الاول عايزين نجيب ال A ترانسبوز في ال A. ال A ترانسبوز اللي هي مصفوفه كام في كام؟ زي ما قلنا المصفوفه الجميله دي اللي هي 3 في 7. طب وال A مصفوفه 7 في 3 الجميله دي برضه. طيب هنضرب الاثنين في بعض ازاي؟ بكل بساطه لما تضرب الاثنين في بعض هتحصل على مصفوفه 3 في 3. هتقول لي طيب هحصل على مصفوفه 3 في 3 ازاي؟ تعالى نروح بس كده للبورد علشان افهمك حاجة بسيطة خالص عشان ما تتعبش بس في الحسابات. احنا عندنا مصفوفة 3 في 7 اللي هي خلينا نقول بقى ال A ترانسبوز في ال A، المفروض ان هي المصفوفة ال A ترانسبوز المفروض ان هي مصفوفة 3 في 7 اللي هي ايه؟ اللي هي 1/10، خلينا نصغرها شوية كده بقى، اللي هي 1/10 صفر صفر سالب 4/10، 1/10 صفر، 9/10، 4/10، 1/10، 2/10، 9/10 سالب 4/10، سالب 1/10، 2/10، 9/10 صفر، سالب 1/10، 2/10 صفر صفر سالب 1/10. المصفوفة دي اللي هي مصفوفة 3 في 7 المفروض هنضربها في، خلينا نكتبها جنبها أحسن يعني، المفروض هنضربها في مصفوفة كام؟ 7 في 3 اللي هي أصلا مصفوفة الـ A اللي احنا جبناها في الأول خالص اللي هي 1/10. خلينا بقى ممكن نجيبها نعلم عليها كده، طيب جميل جدا. يبقى احنا كده معانا مصفوفة اللي هي 3 في 7 هنضربها في مصفوفة 7 في 3. طيب المصفوفتين دول هيدونا مصفوفة كام في كام؟ مصفوفة المفروض 3 في 3.
طيب المصفوفة دي أنا عايز أجيب الأرقام بتاعة المصفوفة دي بكل سهولة بكل بساطة. إحنا معانا مصفوفتين، المصفوفة الأولانية اللي هي الـ A ترانسبوز، والمصفوفة التانية اللي هي الـ A. انسى كده خالص الـ A ترانسبوز، خليك مركز على مين؟ خليك مركز على الـ A. هتعمل إيه؟ أول حاجة أنت محتاج تجيب العنصر الأول ده. العنصر الأول ده اللي هو المفروض الصف الأول في العمود الأول في المصفوفة التانية، ولكن هتكتشف بقى إن أنت عندك ده في ده، هتلاقي إن أنت بتضرب 1 من 10 في 1 من 10، سالب 4 من 10 في سالب 4 من 10، 9 من 10 في 9 من 10، وهكذا. فبكل بساطة لما تاخد الصف ده كله على بعضه، لما تاخد العناصر دي كلها على بعضها كده، طبعا الصفر والصفر ما لهمش قيمة يعني، لما تاخد العناصر دي كلها على بعضها كده وتربعها هتديك أول عنصر. يبقى أنت كده جبت إيه؟ يبقى أنت كده جبت أول عنصر. يبقى أول عنصر بيساوي إيه؟ أول عنصر ده بيساوي كل العناصر مع بعض كده تربيع، اللي هو مثلا خلينا نسميهم مثلا 1 و2 و3 و4 و5. فأنت هتقول له 1 تربيع زائد 2 تربيع زائد 3 تربيع زائد 4 تربيع زائد 5 تربيع. الكلام ده هيديك مين؟ الكلام ده هيديك العنصر الجميل ده. طب العنصر الجميل ده هل هو العنصر ده بس؟ لا، ده العنصر بتاع المين دايجونال، يعني العنصر ده والعنصر ده هو هو نفس القيمة، والعنصر ده برضه هو هو نفس القيمة. شوف الموضوع سهل ازاي؟ طب حلو قوي. بعد كده عندك الأربع عناصر دول برضه زي بعض، العنصر ده والعنصر ده والعنصر ده والعنصر ده، وهيفضل لك مين؟ هيفضل لك العنصرين دول، ده وده. طيب خلينا الأول في الأربع عناصر دول. الأربع عناصر دول بيجوا ازاي؟ هنضرب بكل بساطة العمودين الأولانيين في بعض، يعني العمود ده في العمود ده. طبعا لما تيجي تضرب كل قيمتين متناظرتين كده في بعض، هيبقى أول واحد ده بصفر، ده كده هيروح، وهتضرب أربعة سالب 4 من 10 في 1 من 10 زائد 9 من 10 في سالب 4 من 10 زائد 2 من 10 في 9 من 10 زائد سالب 1 من 10 في 2 من 10، وطبعا اللي في الأصفار اللي في الآخر دي برضو إيه هتروح. فلما تضرب الاتنين دول كده في بعض هيديك مين؟ هيديك الرقم ده. خلينا بقى نقول اكس، والرقم ده والرقم ده والرقم ده. يبقى الاكس بيساوي ايه؟ الاكس بيساوي العمود الاول في العمود الثاني، طبعا كل القيمتين متناظرتين ايه؟ كل القيمتين متناظرتين في بعض، وبعد كده تجمعهم كلهم مع بعض. طيب جميل جدا. بعد كده عايزين نجيب القيمتين بتوع الزاويتين دول. الزاويتين دول بيساووا ايه؟ العمود الاول في العمود الثالث. يبقى الزاويتين دول خلونا نقول مثلا ان هي دي كده واي، مثلا دي كده واي، يبقى الواي دي بيساوي نفس الكلام بس بالنسبه للكولوم الاول في الكولوم الثالث. فلما تيجي على الكولوم الاول والكولوم الثالث هتلاقي بقى العناصر دي كده بتتضرب في بعض، اللي هو العنصر ده في العنصر ده، وده في ده، وده في ده، وده. لا خلاص كده خلصنا، لان ده هيتضرب في صفر واللي تحت برضه هيتضرب في صفر، فهيبقوا الاربعه دول بس. وبالتالي برضو القيمة بتاعت الزاوية دي هتبقى هي العنصر الأول العمود الأول ومع العمود التالت. يبقى احنا كده جبنا ايه؟ احنا كده جبنا المصفوفة بتاعت الـ A ترانسبوز في الـ A. حلو قوي، انا كده جبت الـ A ترانسبوز في الـ A. مطلوب مني اعمل ايه دلوقتي؟ مطلوب مني اجيب الـ A ترانسبوز في الـ A الكل أس سالب واحد. هقول لك طب دي سهلة خالص اهي، انت معاك الآلة الحاسبة بتاعتك، دي هتبقى ايه؟ تبقى يوزنج الكالكوليتر. ازاي؟ دي كده الآلة الحاسبة بتاعتك، هتعمل له ايه؟ هتقول له مود ماتريكس اللي هو رقم 6. بعد كده هتختار مثلا انت تدخل له مصفوفة ايه. المصفوفة ايه؟ طبعا مصفوفة 3 في 3، فهتدخل العناصر بتاعة المصفوفة، وليكن 1 2 3 وهكذا. طيب بعد كده هتدوس اي سي، يبقى انت كده حفظت المصفوفه. لو انا جيت اقول له شيفت ماتريكس اللي هي رقم 4 ديت، تلاقي كلمه ماتريكس مكتوبه فوق رقم 4، شيفت ماتريكس مات اي اللي هي رقم 3، وجيت قايل له ايكوال، هيديني المصفوفه اللي انا لسه مدخلها له اللي هي 1 2 3 والباقي صفار. طب حلو قوي، يبقى انا لو عايز اجيب الانفرس بتاع المصفوفه ديت، المصفوفه دي اس سالب 1، اعمل ايه؟ هقول له شيفت ماتريكس، انا كده اتاكدها 4 مرتين، اقول له شيفت ماتريكس
تلاتة، وبعد كده هقول له أس سالب واحد اللي هو الزرار الجميل ده، بعد كده هقول له ايكوال تقريبا المصفوفة، لا ده عشان المصفوفة تقريبا كلها أصفار، خلينا ندخل أي قيم بقى في المصفوفة، خلينا نقول مثلا شيفت، بس ليه برضو المصفوفة مقسومة على صفر هتبقى رقم غير معرف عشان الديترمنت بتاعها يعني. المهم خلينا نقول شيفت ماتريكس مات ايه 3 في 3، ونغير الأرقام الجميلة دي أي أرقام بقى، دخل أي أرقام. طبعا الأسهل بالنسبة لك إن أنت أول ما تمسك المسألة تسجل الأرقام بتاعة المصفوفة على الآلة الحاسبة، تخلي الآلة الحاسبة هي اللي بتعمل كل حاجة حرفيا. يعني إيه؟ هوريك دلوقتي. طيب أنا كده دخلت له المصفوفة بتاعتي، وبعد كده هقول له شيفت ماتريكس مات إيه، بعد كده هقول له أس سالب واحد، فهيديني المصفوفة أس سالب واحد اللي هو الأرقام الجميلة دي. يبقى أنا كده جبت الـ A ترانسبوز في الـ A كله أس سالب واحد. الارقام الجميله دي هاجي حاططها في الورقه بتاعتي، وبعد كده هاجي ضاربها في مين؟ هاجي ضاربها في ال A ترانسبوز في ال B. هتقول لي طيب هي ال A ترانسبوز في ال B عباره عن مين بالظبط؟ ال A ترانسبوز في ال B عباره عن ان انت عندك، خلينا ننزل دي كده، عباره عن ان انت عندك ال A ترانسبوز اللي هي المصفوفه الجميله دي في المصفوفه ال B. طبعا المصفوفه B ما فيهاش غير واحد في المكان ده، وبالتالي اكنك بتعمل ايه؟ اكنك بتاخد المصفوفه بتاعه الاي، تاخد الصف المقابل للواحد ده اللي هو 1 2 3 الصف ده كده، وبتعمل له ترانسبوز اللي هو هيبقى مديك كام؟ 2 من 10 و9 من 10 وسالب 4 من 10. وبالتالي هيبقى اكنك بتقول له ايه؟ هيبقى اكنك بتقول له ان الاي تي في البي بيساوي الصف الثالث، بس اكنه عمود بقى اللي هو هيبقى 2 من 10 و9 من 10 وسالب 4 من 10 اللي هو الصف اللي احنا لسه مشاورين عليه دلوقتي في المصفوفه A. خلي بالك ده في المصفوفه A، تمام؟ بقى هتاخد الصف ده اهوت اللي هو بيقابل الواحد اللي هو رابع صف يعني من تحت، او الصف اللي في النص يعني من الاخر، وهتعمله على انه عمود. طيب حلو قوي. وبعدين يبقى انت كده معاك ال A ترانسبوز في الـ A كله أس سالب واحد، ومعاك الـ A ترانسبوز في الـ A، تضرب الاتنين في بعض وتجيب مين؟ وتجيب الـ C. هتضرب الاتنين في بعض ازاي؟ هتيجي واخد دي مخزنها على الآلة الحاسبة، واخد دي مخزنها على الآلة الحاسبة، وجايب الـ C. تقول لي هخزنها على الآلة الحاسبة ازاي؟ أقول لك سهلة يا سيدي. تيجي جاية هنا كده، شايف الأرقام الجميلة دي؟ حطها في الورقة بتاعتك، وبعد كده تعالى هنا كده أقول له شيفت ماتريكس، واختار اللي أنت تدخل له داتا اللي هي رقم واحد دم يعني، وبعد كده هتقول له انا عايز ادخل لك ماتريكس ايه مثلا، بعد كده هتقول له ماتريكس ايه دي 3 في 3، وطبعا القيم اللي متخزنه دلوقتي في ماتريكس ايه هي القيم اللي احنا لسه مخزنينها من شويه، هنخزن فيها بقى القيم الجديده اللي هي هتبقى ايه ترانسبوز في الاي اس سالب واحد. حلو. بعد ما تخزن القيم الجديده، بعد كده روح خزن القيم بتاعت الاي ترانسبوز في البي. هتقول له شيفت ماتريكس واحد مات بي، وبعد كده هتقول له مات بي 3 في 3 3 في 1 اللي هي رقم 3 ديت، وبعد كده تدخله القيم بتاعتك. وبعد ما تدخله القيم بتاعتك تيجي جاي عامل اي سي، وبعد كده شيفت ماتريكس المات اي اللي هي رقم 3، وهتيجي ضاربها في مين؟ هتيجي ضاربها في المات بي اللي هي هتبقى شيفت ماتريكس 4. يعني انت كده هتضرب الاتنين دول في بعض وتتكا ايكوال، هتديك المصفوفه رقم سي اللي هي هتبقى مصفوفه كام في كام؟ تبقى مصفوفه 3 في 1. حلو قوي. يبقى انت كده وصلت للمصفوفه رقم سي، يبقى انت كده عملت ديزاين لمين؟ يبقى انت كده عملت ديزاين للايكوالايزر اللي هي هتديك بقى المصفوفه رقم سي اللي هي هتبقى عباره عن السي سالب 1 والسي 0 والسي 1. هنشوف دلوقتي مساله بالارقام كانت جايه في الفاينل علشان نبقى فاهمين المسائل بتاعت الفاينل بتبقى شكلها عامل ازاي يعني. طبعا مش هتختلف كتير عن المسائل دي. وبالتالي احنا كده عندنا ايه؟ احنا كده جبنا عملنا ديزاين للايكوالايزر. طب انا عايز بقى اشوف الاوتبوت بتاع الماتشد فلتر، الاوتبوت الاكشوال يعني بتاع الماتشد فلتر. هنعمل ايه؟ هنيجي ماسكين الاي اللي هي الاي اللي كانت في الاول خالص، هنضربها في مين؟ هنضربها في السي. هتديني مصفوفه، المصفوفه دي طبعا المفروض ان هي مصفوفه 7 1 في 7، والمفروض العنصر اللي في النص ده هيبقى تقريبا بيساوي واحد،
وبقية العناصر دي بقى هتبقى بتساوي كام؟ وبقية العناصر دي كده هتبقى تقريبا بتساوي كام؟ تقريبا بتساوي صفر، اللي هو الكلام اللي احنا كنا بنقوله قدام او فوق يعني على المصفوفة بي. طيب حلو قوي. يبقى اذا احنا كده عملنا ديزاين الايكوالايزر وجبنا الاكشوال اوتبوت بتاع الماتشد فلتر، وبعد كده بقى هنشوف المسائل. هو ساعات بقى بيطلب منك ان انت تجيب السيجنال تو نويز ريشيو، وطبعا ده امرها سهل يعني، هنشوف دلوقتي بتيجي ازاي. فاضل ان احنا بس نرجع تاني للآلة الحاسبة، كان في حاجة عايز اقولها لكم. ممكن انت تيجي في اول المسألة خالص وتيجي مخزن في الاي والبي والسي والدي والاي مثلا، الخمس قيم بتوع الماتريكس بتاعتك اللي هي كانت 1 من 10، مش عارف سالب 4 من 10 تقريبا، 9 من 10 حاجة كده، وتيجي مخزنهم في القيم دي، وتبقى انت بتتعامل من خلال القيم اللي متخزنة في الآلة الحاسبة بس مش اكتر. اللي هو هتخزن القيم ازاي؟ تكتب اي قيمة وبعد كده شيفت وستور اللي هو الرقم ده كده الزرار ده، وبعد كده تيجي عامل ايه. طبعا الكلام ده احنا اتعلمنا اتعاملنا معاه كتير قبل كده. طيب جميل جدا، يبقى انت كده عملت ايه؟ يبقى انت كده عملت ديزاين للايكوالايزر. تعالى بقى نبص على مثال موجود في الامتحانات، ده كده الفاينل بتاع 2020 برضو. لو جينا هنا كده هنلاقي طبعا السؤال بتاع الديفرنشال كود احنا تمام، والسؤال بتاع السكرابلر تمام، السؤال الاول برضو تمام، بس فاضل اخر اتنين دول ان شاء الله نقولهم ده اللي عليهم الدور يعني في الكلام بتاعنا في المنهج يعني. السؤال ده كده هو بقى السؤال بتاع الايكوالايزر اللي هو السؤال اللي قدامكم ده. هتقول لي ايه ده، ايه السؤال الغريب ده، ايه التي دي، مش المفروض ان هو بيديني البي؟ اقول لك لا، ما هو بص بقى، هو دلوقتي بيقول لك ان انت عندك ريزد كوزاين. ريزد كوزاين يعني ايه؟ يعني لو جينا هنا في الفورمولا شيت هنلاقيها المعادله بتاعتها بالشكل ده، اللي هو المعادله بتاعت البي ام اوف تي. خلينا في البي ام اوف تي، مالناش دعوه بالفريكوانسي دومين دلوقتي. فالمعادله بتاعتها اللي هي المعادله الجميله قوي دي، طيب المعادله دي المفروض ان هي معادله ما بين مين؟ ما بين البي ام اللي هي المفروض ان هو كان يديها لك في السؤال زي ما احنا قلنا، اللي هو كان القيم بتاعتنا يعني، والتي والار اس. الار اس طبعا اللي هي 1 على تي اس، والتي اللي هو مديها لك بقى في السؤال بدلاله التي اس. هتلاقينا هنا مدينا التي بدلاله التي اس، وبالتالي احنا المفروض نعمل ايه؟ المفروض ان احنا هنيجي هنا كده، لو جينا حطينا مكان الار اس 1 على تي اس، ومكان التي قيمه في تي اس، التي اس هتروح مع التي اس، وهيتفضل لنا ايه جوه الزاويه دي؟ هيتفضل لنا جوه الزاويه دي قيمه عاديه. طبعا الاله الحاسبه بتاعتنا لازم نخليها بالراديان واحنا بنحسب حاجه زي كده علشان الباي اللي موجوده جوه الكوزاين دي. خلي الاله الحاسبه بتاعتك بالراديان بس مش اكتر. نفس القصه برضو بالنسبه للسينك. السينك المفروض ان هي سينك باي ار اس تي. هتقولي طب السينك دي احسبها ازاي على حسبك؟ ما احنا عارفين بقى ان السينك عباره عن ساين، يعني سينك اكس بيساوي ساين اكس على اكس، وبالتالي الكلام ده هيبقى ساين باي ار اس تي على باي ار اس تي. وبالتالي حضرتك هتيجي كده على الاله الحاسبه الجميله بتاعتك وتقول تعال نجيب السؤال بتاعنا اللي هو السؤال الجميل ده. طيب فين الآلة؟ الآلة اهي. طيب المفروض السؤال الجميل ده المفروض ان هو عبارة عن ايه؟ المفروض في اول خطوة انا محتاج احسب القيم بتاعت البي ام اوف تي. طب هحسب القيم بتاعت البي ام اوف تي ازاي؟ الآلة الحاسبة دي بقى هتساعدك في الحكاية دي. هتساعدني ازاي؟ هقول لك والله انت شفت القانون في الفورمولا شيت، بدل ما تقعد بقى تعوض في القانون 50 مرة، انت قدامك مثلا كام قيمة؟ 1 2 3 4 5، انت قدامك 5 قيم. تخيل بقى انت قعدت تعوض بالقيم دي كلها في على الآلة كلها كده، كل واحدة لوحدها، الآلة بتاعتها غلطت مرة، خلاص المسألة كلها ضاعت بالنسبة لك. طيب حاجة زي كده المفروض نعملها ازاي علشان نتجنب الخطأ ده؟ المفروض ان احنا دلوقتي عندنا المعادلة بتاعت البي ام اوف تي، المفروض ان هي كوزاين باي ار اس اللي هي 1 على تي اس في القيمة بتاعت التي اللي هي حاجة في تي اس. نفترض ان التي اس راحت مع التي اس، هيتفضل لنا باي في الحاجه اللي هي باي في واحد في سالب 1.7 من في سالب 1.75%، او باي في سالب 75%، او 25%، او 1.25%، وهكذا. وبالتالي هنعمل ايه؟ هنيجي نخزن المعادله، او هنحط المعادله بتاعتنا اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن كوزاين. خلينا نقول بقى كوزاين، خلينا نقول بسط المقام الاول، خلي الآلة على الوضع العادي، بسط ومقام، وأهم حاجة الآلة تكون راديان. شايفين الآلة دي ديجري، يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنعمل شيفت مود ونخليها بالراديان اللي هي رقم 4. طيب
هنعمل بسط ومقام، وبعد كده هنقول له كوزاين باي في المفروض ان احنا عندنا ال ار اس اللي هي 1 على تي اس. خلينا نجيب الكلام ده قدامنا اللي هو القانون اللي موجود قدامنا ده، القانون اللي موجود قدامنا ده المفروض ان هي كوزاين باي ار اس تي. طب يعني ايه كوزاين باي ار اس تي؟ ال ار اس ديت اللي هي 1 على التي اس، والتي هي حاجة في التي اس. هنفترض مثلا ان الحاجة دي اكس، فانا هقول له اكس، تمام؟ الحاجة دي هي اللي بتتغير دايما بالنسبة لي، وانا هبقى بدخل له القيمة بتاعت اكس كل شوية، فهقول له اكس في المفروض ان هي بقى اكس في تي اس. خلاص التي اس راحت مع التي اس في المقام اللي هي بالنسبة 1 على تي اس بالنسبة للار اس يعني. وبالتالي نقفل القوس بتاع الكوزاين وننزل تحت في المقام نقول له ايه؟ ننزل تحت في المقام نقول له 1 ناقص 4. المفروض الار اس عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 على تي اس سكوير. تي اس سكوير دي هتروح مع مين؟ هتروح مع التي اس سكوير اللي موجودة هنا. وبالتالي هيتفضل لنا ايه؟ هيتفضل لنا القيمة بتاعة المفروض اللي هي المعامل يعني بتاعة تي، طبعا الكل سكوير. وبالتالي هنقول له ايه؟ هنقول له اكس سكوير. طيب جميل. بعد كده هنضربها في السينك اللي هي برضو هنعتبرها بسط ومقام، هتبقى ساين باي 1 على ار اس اللي هي الار اس قصدي اللي هي 1 على تي اس في قيمة في تي اس. فهنقول له القيمة بتاعتنا اكس على باي اكس. طيب انت كده كتبت له المعادلة، هتقول له ايكوال؟ لا طبعا، هتقول له الزرار اللي هو زرار كالك ده، فهيطلب منك القيمة بتاعت اكس. فلما يطلب منك القيمة بتاعت اكس تدخله بقى اللي هو اول قيمة عندك هنا اللي هي كام؟ اللي هي 1.75%. فلو دخلت له هنا سالب، قصدي وسالب 1.75%، سالب 1.75%، هتديك الرقم الجميل ده هوت اللي هو 8.08. ده طبعا الامتحان بالسوليوشن بتاعه. فالدكتور هتلاقيه حلل لك الايه؟ حلل لك الامتحان ده. الدكتور كان منزل لهم يعني الحل بتاعه. هتلاقي الراجل كاتب لك ايه؟ هتلاقيه كاتب لك الارقام بتاعت البي اوف تي. طبعا هو معوض في المعادله بتاعتنا دي، المعادله الجميله دي، فكتب القيم بتاعت البي اوف تي. طبعا انت لو قعدت بقى تحسب كل قيمه من القيم دي لوحدها كده مش هتخلص، تمام؟ ولو غلطت في قيمه بقيه المساله ضاعت بالنسبه لك. وبالتالي احنا هنيجي على الاله الحاسبه بكل بساطه زي ما احنا عملنا دلوقتي كده. دي كده اول قيمه اللي هي 8.8% في 10 اس سالب 3. هنقول له بقى بعد كده يساوي، ندخل القيمة بتاعت الإكس اللي هي بعد كده اللي هي -75%، -75%، ونقول له يساوي برضو، هتدينا القيمة اللي بعدها اللي هي علامة 1.6977. بعد كده هنقول له يساوي كمان مرة، ندخله القيمة بتاعت الإكس اللي بعدها، وهكذا وهكذا وهكذا. طبعا هندخله قيم إكس اللي هي كام وكام يعني، اللي هي بالنسبة لنا هنا في المثال اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هي دي 1.75%، -1.75%، ما تنساش سالب بس، -1.75%، -75%، 25%، 1.25، 2.25، وهكذا. وبالتالي انت كده طلعت له ايه؟ طلعت له القيم بتاعت البي ام اوف تي. حلو قوي. يبقى انت كده جبت له الاوتبوت الحقيقي بتاع الايه؟ بتاع الماتشد فلتر. هتعمل له بقى ديزاين الايكوالايزر. هتعمل ديزاين الايكوالايزر ازاي؟ زي ما احنا متعودين كل مره، المفروض ان احنا بنجيب المصفوفه ايه؟ اللي هي بالنسبه لنا القيم اللي احنا لسه جايبينها دي، ولكن هنعمل تحت صفرين وهنعمل بقى شيفتين لان احنا بنعمل ثلاثه ده بايكوالايزر. وبالتالي عايزين بقى نجيب القيمه بتاعت الاي ترانسبوز في الاي. طبعا الاي ترانسبوز في الاي هنكتشف ايه؟ هنكتشف ان الدياجونال زي ما احنا قلنا قبل كده نفس القيمه، هنكتشف ان ده وده 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 نفس القيمه، وهنكتشف ان الزاويتين دول نفس القيمه. طب دول بيجوا ازاي؟ قلنا ان الدياجونال بيجي من ان انت تاخد القيم دي كلها على بعضها كده وتربعها وتجمعهم، يعني اللي هو 8 من 100، 8 من 1000 تربيع زائد علامة 1.6977 تربيع زائد الرقم ده تربيع زائد الرقم ده تربيع زائد الرقم ده تربيع، هيديك كام؟ هيديك الرقم ده. تكتب الرقم ده هنا وهنا وهنا في الدياجونال، في المين دياجونال بتاعك ده وده وده.
بعد كده هتجيب الاربع ارقام دول. هتجيب الاربع ارقام دول ازاي؟ تضرب الكولوم الاول في الكولوم الثاني اللي هو ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده. طب حلو قوي، جبت الاربع ارقام دول ده وده وده وده. تجيب الزوايا ازاي؟ تضرب الاول في الثالث اللي هو ده في ده زائد ده في ده زائد ده في ده اللي هم الثلاث ارقام دول. طيب وبالتالي تجيب الزاويه دي وتجيب الزاويه دي. حلو قوي، يبقى انا كده جبت الاي ترانسبوز في الايه؟ باستخدام الاله الحاسبه بتاعتي. اجيب مين؟ هجيب الانفرس بتاعها اللي هو اي ترانسبوز في ايه؟ اس سالب واحد. وبعد كده طبعا احنا عارفين ان البي بالشكل ده، نضرب الاي في البي هيدينا الكلام الجميل ده، وبالتالي معانا السي هتساوي الاي ترانسبوز في الاي اس سالب واحد في الاي ترانسبوز في البي، فيدينا القيم بتاعت السي سالب واحد والسي صفر والسي واحد. بعد كده بقى لو ضربنا الاي في البي نجيب الاوتبوت بتاع الايكوالايزر، وبالتالي هتدينا القيم برضو الجميلة دي اللي قدامنا دي. طبعا نخلي بالنا من الارقام ده، لو صفر بس راح، يعني مثلا شلت الصفر اللي هو علامة صفر تلاتة دي المسألة كلها راحت، فنخلي بالنا برضو واحنا بننقل الارقام. تجيب القيم بتاعت الاي في السي، طبعا هنلاحظ ان القيم كلها قريبة من الصفر ما عدا القيمة اللي في النص دي اللي هي قريبة من الواحد، وبالتالي دي كده القيم بتاعت الايكوالايزر. طب انا عايز اجيب السيجنال تو نويز ريشيو قبل وبعد الايكوالايزر. سيجنال تو نويز ريشيو قبل الايكوالايزر بتساوي كام؟ سيجنال تو نويز ريشيو قبل الايكوالايزر هتيجي ماسك القيم بتاعت البي دي اللي هي البي اوف تي يعني، وتيجي جايب السيجنال على النويز. السيجنال اللي هي ايه؟ فين الحاجه المفيده في الحاجات دي كلها؟ الواحد اللي هي الحاجه دي. فين النويز اللي انا اصلا المفروض ابقى بعته بصفر اللي هو ده وده وده وده؟ وبالتالي انت هتاخد السيجنال دي كلها سكوير على الرقم ده سكوير زائد الرقم ده سكوير زائد الرقم ده سكوير زائد الرقم ده سكوير، الاربع ارقام دول سكوير. يبقى السيجنال سكوير على الاربع ارقام دول سكوير مجموعهم مع بعض هيدينا ايه؟ هيدينا السيجنال تو نويز ريشيو قبل الايكوالايزر. طب بعد الايكوالايزر اللي هو الاي في السي، يبقى بعد الايكوالايزر اللي احنا جبنا الايكوالايزر اوتبوت بتاعه اللي هو الاي في السي، هتاخد بقى انت 999 علامه 999 سكوير على ده تربيع زائد 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 ده تربيع. يبقى الرقم اللي في النص ده تربيع على مجموع الارقام، مجموع مربعات الارقام دي كلها. يبقى هيديك كام؟ هيديك في الحاله الاولانيه اللي هو قبل الايكوالايزر 13 ديسيبل، في الحاله الثانيه 30 ديسيبل. طبعا احنا عارفين ان احنا بنحول من الريشيو للديسيبل ان احنا بناخد 10 لوج الرقم الجميل اللي قدامنا ده، فلما تاخد 10 لوج الرقم ده هيديك 13. نفس القصه برضو بالنسبة للرقم ده هيديك 30. يبقى احنا كده عملنا تحسين بنسبة كام؟ بنسبة 16.5 تقريبا. يبقى ال 16.5 دول كلهم جم ازاي؟ ال 16.5 دول كلهم جم بواسطة الايكوالايزر. يبقى احنا كده عملنا تحسين في السيجنال تو نويز ريشيو، ازدادت بمقدار 16.5 ديسيبل. ده كده السؤال بتاع الايكوالايزر. لو جينا كده بقى نبص على الشكل بقى بتاع الفاينل كله على بعضه، هنلاقي مثلا ان احنا جينا هنا مثلا، طبعا خلينا اول سؤال ده لسه هنكمله المرة الجاية ان شاء الله، اول المرة الجاية يعني. او وبعد كده عندنا السكرامبلر، ده السؤال بتاع السكرامبلر ده احنا خدناه النهاردة الحمد لله، والديفرنشال كود خدناه برضو، والسؤال بتاع الداتا ستريم ده برضو خدناه اللي هو الايكوالايزر يعني، الديفرنشال كود اللي هو السؤال ده والايكوالايزر اللي هو تحته بتاع الريسك كوزاين ده. تمام، بعد كده السؤال ده بقى برضو ان شاء الله هناخده المره الجايه. يبقى احنا المره الجايه هناخد السؤال ده وهنكمل السؤال الاول. هنلاحظ بقى ان احنا كل مره بن ايه بناخد جزئيه، هتلاقينا بنحل عليها السؤال المقابل ليها يعني، او اللي بيجي على الجزئيه دي في الامتحانات وهكذا. لا هو مش السؤال ده اللي احنا هناخده المرة الجاية، السؤال التلاتة ده لسه عليه، لسه بدري عليه شوية. هو السؤال بتاع المرة الجاية هيبقى السؤال رقم أربعة ده بتاع جرام شميت، فجرام شميت ده هناخده المرة الجاية إن شاء الله. وبعد كده بقى هيبقى آخر حاجة عندنا في المنهج اللي هو آخر حاجة عندنا في المنهج اللي هو الجزء بتاع الموديوليشن اللي هو هنعرف بقى من خلاله الكلام ده كله. وإن شاء الله يعني قدامنا بتاع مرتين 3 مرات بالكتير يعني إن شاء الله، ونكون مخلصين المنهج بتاعنا وفاهمين الامتحان بيبقى شكله عامل ازاي، ومحتاج بس شوية تدريب وشوية حل، وإن شاء الله الدنيا هتبقى زي الفل. علمكم الله ما ينفعكم ونفعكم بما علمكم وزادكم علما.